أهلا بحضراتكم من جديد. حديث حول القطاع السياحي في مصر هذه الأيام. القطاع السياحي الذي يرى الكثيرون أنه بات يشهد تطورا واضحا على مدى السنوات الأخيرة، حيث أظهر البيان الشهري لوزارة المالية أن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر قفزت بنسبة وصلت إلى 47.5%، ليصل عدد السائحين إلى 9,800,000 سائح في عام 2018، فيما بلغت الليالي السياحية في مصر 102,600,000 ليلة في 2018 مقابل 51 مليون في عام 2017. وسط هذه التطورات الجارية المرتبطة بالقطاع السياحي وتطوراتها في الوقت الذي صنفت فيه عديد من الدوائر الغربية والجهات المختصة بالشأن السياحي مصر ووصفتها بأنها أفضل الوجهات السياحية في العالم خلال عام 2019، الأستاذ إيهاب موسى الخبير السياحي ينضم إلينا في الاستوديو لمحاولة قراءة المشهد المرتبط بالقطاع السياحي في مصر. أهلا وسهلا. أهلا بك. الأرقام الخاصة بالتطورات اللي بيشهدها القطاع السياحي، زيادة المعدلات بنسبة 47.5%، ما الذي تقوله ولماذا قفزنا من 2017 وصولا إلى الأرقام الحالية؟ 2017 كان بداية التحسن في القطاع السياحي، فيعني طبعا هو كان عدد السياح اللي فيه مش عالي يعني مقارنة بال 2010، لكن الاهم من 47.5% الرقم الثاني بقى اللي هو ايه، من 51 مليون ليله سياحيه ل 102 مليون، يعني ده 200%. 200% ده يعني احنا جبنا دخل ضعف الدخل اللي كان موجود 2017. احنا بنهتم بعدد الليالي السياحيه، عدد الليالي السياحيه الفلوس اللي هي انفقت من السياح الاجانب في مصر. هم قضوا 51 مليون ليله سياحيه في 2017، لا في 2018 الضعف. فده رقم هايل ونقله كبيره جدا، انك تضاعف الرقم في سنه واحده. طبعا ده يعني بدون مجاملات المجهود اللي عمله الرئيس السيسي في السنه اللي فاتت، مجهود هايل، انه العشاء الاسطوري اللي عمله لانجيلا ميركل في الهرم عند صفحه ابو الهول، والمؤتمرات اللي اتعملت لما نلاقي زعماء اوروبا كلهم بيلعبوا بلياردو ومستمتعين بشرم الشيخ ومعاهم الزعماء العرب، وبيضيف بيدير الحوار اللي بين الدول العربيه والدول الاوروبيه على ارض مصر، وقبليها برضو نفس الكلام مع الدول الافريقيه والدول الاوروبيه، ونفس الكلام بين الدول العربيه والدول الافريقيه. هنا بقت مصر مركز لتقارب الشعوب. هو ده السياحة. احنا عايزين نقول ايه؟ انه تبادل الثقافات ومكان امن بنقدر نلتقي فيه كلنا، دي رسالة اللي وصلت. طبعا الكلام ده غير الصورة الذهنية اللي كان اهل الشر بيبثوها بره عن مصر، وبعض القنوات المش كويسة اللي بتقولها عن مصر، انه مصر غير، لا ده في مؤتمرات اتعملت بقى في شرم الشيخ وفي اسوان وفي القاهرة ومن عند الهرم، كلها بتدي رسائل ايجابية عن السياحة في مصر وعن مصر. ده كله لازم يساهم في ان السياحة تعود وعادت بقوة. استاذ ايهاب، هي ايه المؤشرات اللي من خلالها تحكم على قطاع سياحي في دولة بانه حقق نمو، بانه بيسير بوتيرة جيدة؟ يعني عدد شرط الى 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 المعطى المرتبط بعدد الليالي اللي بيتم، عدد السياح اولا، وبعدين عدد الليالي السياحية. احنا جالنا كام سايح، وبعدين قضوا قد ايه وانفقوا قد ايه. طب احنا عندنا ثلاث مؤشرات، اول حاجة عدد السياح، تاني حاجة عدد الليالي السياحية اللي قضوها، وبعدين مستوى انفاقهم. احنا الحقيقة كمان نوعية السايح كانت بعافية شوية الفترة اللي فاتت، السنة دي ابتدت نوعية السايح، مش بس عدد السايح، مش بس عدد الليالي. الحقيقة دلوقتي نوعية السايح ابتدت تتحسن، يعني دايما ايه بيجي الأول عشان تفتح سوق جديد فبتبقى الأسعار متدنية، فبيجي بيدخل ناس. فرصتك دلوقتي تزور مصر، لو ما زرتش مصر دلوقتي مش هتقدر تزورها تاني، لأن السعر دلوقتي مناسب ليك. فبتلاقي ناس كتير ما بتصدق، لانه عارف كويس ان لو استنى سنه بعدها كمان هتعود الاسعار للرقم بتاعها. النهارده مصر رجعت تاني من اغلى دول العالم في انك تيجي، مش زي الاول. يعني الاول كان الاربع خمس سنين اللي فاتوا، لا مصر كان الرقم بتاعها نزل شويه، ابتدى يطلع لغايه النهارده مصر دوله مش رخيصه في السياحه. حجم الاسهام اللي بيقدمه القطاع الخاص في القطاع السياحي، حجم اسهام معتبر وربما يعني ركيزة من ركائز تحقيق النمو في القطاع السياحي هو القطاع الخاص. مستوى التنسيق اللي يمكن أن يحدث بين القطاع الخاص وبين الدولة، حجم المحفزات اللي بينالها القطاع الخاص لمحاولة زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر. شوف، هو القطاع الخاص كان عنده يعني مشكلة في التواصل مع الدولة الفترة اللي فاتت، لأنه كان عنده الانتخابات بتاعت الغرف السياحية كانت لسه ما اشتغلتش،
الحقيقه السيده الوزيره ساهمت بجديه في تغيير اللائحه، ونجحت انها تعمل انتخابات يعني يرضى عنها الكل للغرف السياحيه، كلهم انتخبوا وانتخب الاتحاد بتاعهم اتحاد الغرف السياحيه، وبقى عنده تواصل قوي جدا مع وزاره السياحه، وبينسقوا مع بعض تنسيق عالي جدا في المؤتمرات وفي المعارض، وكل يعني كل الاتفاقات اللي بتتعمل من القطاع الخاص من اتحاد الغرف بتتعرض على الوزاره، والعكس كل الخطوات بتعملها الوزاره بتتعرض على الاتحاد. بالمناسبه دي انا طبعا بناشد كمان المرشدين السياحيين انه عندهم انتخابات يوم 15/4 ان هم ينزلوا برضو عشان يبقى في ليهم تواصل قوي بينهم وبين وزاره السياحه، ويقدروا ان هم يدلوا بصوتهم كمان في المنظومه السياحيه. كان في يعني صرخات اذا كان التعبير صحيح من عاملين كثيرين في القطاع السياحي ومن بينهم حتى المرشدين السياحيين وعدد كبير من اللي بيشتغلوا حتى لو كان عمل موسمي في القطاع السياحي ما بعد 2011 و2012 وصولا لمطلع 2014، كان هناك مشكلات حقيقيه بيعانيها كل العاملين في القطاع السياحي، الامور رصدتوها ازاي مؤخرا؟ طبعا كان في مش صراخ وعويل كمان، لانه كان ما فيش شغل خالص، ما كانش كانت السياحه شبه متوقفه من 2011 لغايه 2016، يعني حوالي 6-7 سنين، عدد قليل جدا من الاجانب موجود على عدد كبير جدا من المرشدين، في 18,000 مرشد سياحي، فطبعا الشغل ما يكفيش 200-300 مرشد، والباقي كله في ناس نسبة كبيرة للأسف غيرت المهنة وغيرت الكارير، وفي ناس هجرت. دلوقتي يعني كنت سعيد جدا في ديسمبر اللي فات الشركات كانت بتدور على مرشدين مش لاقية في لغات كتير، وحتى في الإنجليزي اللي هي أكثر مرشدين موجودين مش لاقيين مرشدين في وقت الذروه، فين المرشدين؟ طب ندور نعمل نتكلم. طب بقى في مرشدين بتاخد شغلتين في يوم، يعني تاخد الصبح وتاخد بعد الظهر، ليه؟ لانه عدد السياح، عايز اقول لحضرتك كمان الراس اللي حضرتك رصدته ده في ديسمبر اللي فات. نعم. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، النسبه اللي حضرتك قلتها 47% دي ما اتحققتش طول السنه. يعني ايه ما اتحققتش طول السنه؟ يعني الزياده دي كانت في اخر 3-4 اشهر من 2018، فانت لو حسبتها هتلاقي لا الزياده عاليه. نعم. الزياده عاليه قوي، لانه احنا بنسمعها اتوزعت على السنه، لكن على السنه كلها. نعم. لكن الاعلى كان في لكن احنا النهارده من اكتوبر اللي فات لغايه دلوقتي لا السياحه قويه وكمان هتستمر بقوه. الفكره كلها ان احنا ما كناش بنقول ليه، وزاره السياحه ما كانتش رافضه تعلن عن الارقام، يعني قالت لا، حتى الارقام دي اللي اعلنها وزاره الماليه. ليه؟ لانه يعني عندهم مبدا داري على شمعتك تقيد، مش عايزين نعمل شغلانه ننبه اهل الشر يجوا يقرفونا في السياحه، خلينا ساكتين ما دام شغالين كويس خلينا شغالين. حتى الـ 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 بعض المحافظين يقولوا لنا اللي احنا بنطلع مثلا في برامج كتير بلاش تتكلموا على المحافظه بتاعتنا، سيبوها كده شغاله حلو، احنا ارقامنا حلوه قوي، فاحنا مش عايزين ننبه حد ان احنا شغالين كويس. في شرائح مختلفة، حضرتك ذكرت تعبير نوعية السائحين، مش بس عدد السائح لا نوعية السائح ومستويات انفاقه وحجم التأثير اللي يمكن أن يحمله لبعض أقرانه أو أصدقائه عند عودته إلى وطنه. إحنا عندنا شرائح مختلفة بنستهدفها من السياحة اللي موجودة في القاهرة، السياحة اللي موجودة في الجنوب في فصل الشتاء في الأقصر وفي أسوان، السياحة اللي موجودة في البحر الأحمر، السياحة اللي موجودة مثلا في البحر المتوسط إذا كان في قدر من السائحين يمكن استقطابهم. شوف الفرايتي أو التنوع في مصر حتى في حياتنا ظاهره، يعني مصر بالذات تمتاز بالتنوع، بتلاقي عربيه قديمه قوي جنب عربيه اخر موديل، بيت قديم قوي البيت اللي جنبيه ناطحه سحاب، مصر كده او القاهره كده او كل مصر كده. فاحنا برضو عندنا في القطاع السياحي من اول الاوتيل الصغير اللي ما فيش نجمه خالص لغايه نجمه لغايه 5 ستارز لغايه اعلى من كده كمان بنسميه سوبر 5 ستارز. يعني احنا عندنا هنا الفرايتي عاليه قوي، فرايتيز كتير قوي بالنسبه للاجانب. عندنا برامج بتستهدف طبعا الناس اللي هم فيري ريتش واللي عايزين معامله خاصه او عنايه فائقه، وعندنا برضو حاجات بتستهدف الناس اللي عايز سياحه. يعني مصر فيها نوعيه السياحه اللي ممكن تستقطب يعني الكل كريمه طبعا السياحة. فيها طبعا ده يعني مثلا عندك ده في حاجات انت مش متخيلها، يعني عندك الساحل الشمالي اللي احنا بنقول ما فيش سياحه فيه خالص، في عندنا 3-4 اوتيلات هناك ما فيش مكان في الصيف، خلاص محجوز من دلوقتي الصيف كله للعرب. العرب طبعا برغم ان هم مش هم المستهدفين في سياحتهم بس هم الاكثر انفاقا في السياحه، حاجزين حاجات يعني السيزون كله بارقام غير عاديه، ارقام خرافيه. الفنادق الكبيره قوي اللي هي
يعني بتتكلم في ما مش عايز اقول الاسماء طبعا، بس بنتكلم في كام اربع خمس فنادق ليهم معامله خاصه في الخدمات اللي بيقدموها. مقفولين خلاص، مقفولين الحجوزات غير عليه. الصيف مثلا الاقصر واسوان جو حر جدا. النهارده انا لسه يعني حالا قبل الهوا بكلم ناس بقول لهم يعني الصيف هيبقى الطلب كذا في قالوا لي لا 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 السيزون شغال طول الصيف في اسوان. شغال، فعندهم حجوزات لغايه يعني السيزون مكمل للاخر. ليه بقى؟ لان احنا عندنا سياحه متحوشه ازاي؟ بقى لهم 7-8 سنين عايزين يروحوا مصر وعايزين يجوا مصر وعايزين يشوفوا الهرم وعايزين يشوفوا معابد الاقصر واسوان وعايزين يستمتعوا بالغردقه وشرم الشيخ، بس ايه بيسمعوا كلام وميديا مش حلوه بره، لا بلاش مصر مش امنه، استنوا شويه، ياجلوا السنه اللي بعدها وياجلوا السنه اللي بعدها، لغايه بقى ايه لما كتر الناس اللي هي خلاص بقى مش قادرين. يعني انا بقيت 7 سنين مستني، لا عايز اروح. وواضح كمان ان في حاجه سياسيه اللي كان قافل الحنفيه فتحها، يعني عايز اقول لك حنفيه السياحه المساله ما تبتعدش اطلاقا بين الرواج السياحي وبين مستوى الثقه السياسي او مستوى التنسيق السياسي اللي بين الدوله وبين نظرائها. طبعا نعم، هو ده يعني صح. قولا واحدا مظبوط. وسياده الرئيس ما دام قدر يقنع بره بان هم يفتحوا الحنفيه دي خلاص واتفتحت، وهو ابتدى بقى يعمل الدعايه اللي عملها سواء من اسوان او من القاهره او من شرم الشيخ، دي كان ليها تاثير يعني غير عادي. كل يعني هي دي اللي بتتشاف بره، احنا هنا لما بنتكلم احنا بنتكلم مصريين، لكن الكلام اللي متشاف بره هو الكلام اللي عمله سياده الرئيس، يعني هو ده اللي بيتنقل للميديا اللي بره، هو اللي شافوه، هو اللي على اساسه جم. كان كتير بيتقال ان لازم يكون في حلقات وسيطه، ما اعرفش اذا كان التعبير دقيق ولا لا، في القطاع السياحي، ان يكون في شراكات مصريه مع بعض الشركات الايطاليه، السائح اللي يمكن ان ياتي لايطاليا لمده 5 ايام ربما يتم اغراءه بان تكون المده 8 ايام او 9 ايام، على ان يكون منها 3 أو 4 ايام في المدن المصريه، المسافه 4 ساعات بالطيران، اقل من بعض مساحات الانتقال داخل الدولة الواحدة في بعض الدول، الحديث عن بعض المدن الموجودة في اليونان إذا كان السائح لديه الرغبة في أن يزور اليونان يمكن أن يأتي لزيارة مصر، والعكس من مصر إلى بعض الدول. المسائل بتدار على هذا النحو في قطاع السياحة دلوقتي ولا؟ شوف أنا هقول لك الحقيقة، اللي إحنا عندنا مشكلة السياحة الحقيقية في مصر هي مشكلة الطيران مش مشكلة السياحة. إحنا عندنا ملايين عايزين يجوا مصر بس الطيران مش مكفي. إحنا عندنا مصر الطيران حاجة و50 طيران. الحل المباشر بتاعه الطيران الشارتر أو العار. حل الشارتر للأسف أكبر شركات شارتر شركات تركية. فهم قافلين شوية الحتة دي. في بعض رجال أعمال مصريين ابتدوا يأجروا شارتر ويشتروا شارتر، يعني في واحد اشترى شركة شارتر. فبس بياخدها للقرية بتاعته أو الحاجة بتاعته. لكن الباقي عايزين يجوا، فلازم الشارتر لازم يتحجز قبلها بفترة كبيرة والوقت طويل. فطبعا القطاع الخاص لوحده مش قادر يغامر المغامره دي لان دي ارقام كبيره قوي. ف يقدر بيحجز طياره واحده وبيبتدوا يعملوا شراكه عليها، انا هاخد نص طياره، انا هاخد ربع طياره، انا هاخد 10 كراسي، يبتدوا ينسقوا. لكن لما حد جربها مثلا في خط اليابان، حد جربها في خط الصين، اشتغلت كويس قوي وكان عدد السياح غير مسبوق في منهم. يعني عايز اقول لك انه المتوقع انها كانت تيجي 75%، لا نسبه الاشغال بتاعتها كانت قرب ال 100%، يعني من 90% ل 100%، وده رقم يعني يخلي اي شركه تكسب كويس. فطبعا لا كانت النتيجه كويسه، بس احنا عايزين لو اتعملت شركه شارتر وطنيه القانون اتغير بتاع السماوات مفتوحه، بعض القوانين هنا لو اتظبطت هتبقى احسن كتير جدا. لكن طبعا السياحه عايز اقول لك الكيرف بتاعها طالع وصعب انه ينزل، لانه خلاص الناس مشتاقه جدا لمصر. فكره فتح الاسواق الجديده، الاسواق اللي ربما مصر ما كانش ليها علاقه كبيره بيها على مدى السنتين او 3 سنوات اللي فاتوا، كان هناك حديث عن بعض دول جنوب شرق اسيا، الحديث عن بعض الدول الافريقيه حتى بان تكون مصر وجهه سياحيه لمواطنيها. انجزنا قد ايه في القطاع؟ جنوب شرق اسيا اتفتح بنسبه كبيره قوي. الدول الافريقيه للاسف لسه شويه في مشاكل في الفيزا بتاعت بعض الدول في أفريقيا، أنا مش عارف ليه، يعني دي لازم تتبحث كويس. لكن في قرار حصل كويس جدا من الرئيس السيسي برضو، إنه خلى مثلا الأفارقة يدخلوا الأماكن السياحية بسعر المصريين طول السنة دي، يعني مش بيعاملوا معاملة الأجانب، بيعاملوا معاملة المصريين طول السنة اللي هي فترة ترأس مصر للاتحاد الأفريقي. وده قرار عظيم، وبيعمل يعني عايز أقول لك أثر جيد على الأفارقة. اما تيجي تقول لهم لا ده انتوا هتدخلوا مش زي ده،
انتوا معاكوا جنسيه باسبور افريقي هيدخلك بسعر كذا. ما بيبقوش مصدقين نفسهم، ايه ده مصر بتعمل لنا كده؟ اه مصر بتعمل لكم كده. تخيل بقى اثر الكلام ده على الاثيوبيين وعلى جنوب افريقيا وعلى نيجيريا، كل دول بيسيب اثر كويس عليهم وهم راجعين بيقولوا ده احنا حصل لنا كده. بس طبعا عايزين نشوف طريقه ان الفيزا بتاعتها ياخدوها بطريقه اسهل شويه. اعتقد كان تمت الاشاره لفكره الفيزا الالكترونيه قبل سنتين من وزاره الاتصالات، لكن المساله كانت تجربه اوليه لبعض الدول على ان يتم زياده مساحه تطبيقها. مساله تغير انماط السياحه، يعني مصر اغلب الوقت كانت بتركز على فكره السياحه التاريخيه او السياحه الاثريه لبعض المزارات الموجوده في القاهره او بعض المحافظات المختلفه. العالم كله بيتعامل مع سياحة المؤتمرات ومع السياحة الشاطئية ومع أنواع أخرى من السياحات، السياحة العلاجية وما إلى ذلك. إحنا واصلين لحد فين في المجالات؟ إحنا السياحة الشاطئية عندنا في مصر بتمثل 80%، مش السياحة 80% 80% أو 82% بالظبط السياحة الشاطئية. وبعدين سياسة المؤتمرات، عايز أقول لكم مفيش مؤتمرات أكثر من اللي بتعملها مصر، يعني إحنا عندنا كمية غير عادية من المؤتمرات. وطبعا شرم الشيخ لما هتعود بقوة هترجع تتصدر تاني انسب مكان لسياحه المؤتمرات، يعني شرم الشيخ فيها مركز هايل للمؤتمرات. وبس هي طبعا المشكله في الاعلام عندنا، اما يحصل حاجه في العريش ولا في زي حادثه الشيخ سويد ما نقولش الشيخ، نقول سينا، ما ينفعش نقول سينا، نقول الشيخ سويد، قول العريش، بلاش تقول كلمه سينا دي خالص لان الناس بتفتكر سينا. يعني حتى نسبه محدوده للغايه من شمال سينا حتى، يعني مثلث صغير كده، بلاش تقول عليه سينا، قول عليه الشيخ سويد، قول عليه العريش، لكن بلاش نقول عشان الناس بتفتكر ان ده شرم الشيخ او ده راس محمد او ده سانت كاترين. لا ده مش كده خالص، ده فلازم نوضح الفكره دي، لان طب بياخدوها كده كلمه سينا، لا احنا مش ما نقولهاش خالص، يعني احنا نقول شيخ زويد، العريش، نحدد هي بس شويه ترمينولوجي كده لو ظبطناها. مستوى المنافسه في القطاع السياحي او في سوق السياحه العالميه مستوى منافسه شرس وعنيف للغايه من اسواق محيطه ومن اسواق مزبوط. اكبر مصر ايه الجهد اللي المفروض تعمله عشان مستوى تنافسيتها يظل كما هو او يزداد اكثر وأكثر؟ نشكر اجدادنا، احنا خلونا فوق المنافسه، يعني الهرم ده خلانا فوق المنافسه. ال 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 الحاجات كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الاجازه الصحفي او في المؤتمر اللي كان مع الرئيس السيسي اشار لزياره ميلانيا ترامب زوجته، هو لوحده قال كده، قال لك ايه الهرم ده، يعني العجيبه الوحيده من عجائب الدنيا السبعه القديمه ايه اللي بقى يعني احنا بنتكلم في بلاش في ده، نشكر ربنا ان احنا عندنا بحر احمر في جو هايل جدا، عندنا سينا، عندنا الساحل الشمالي، كل ده يعني عندنا صحراء غربيه فيها الواحات، في عندنا اولا تنوع كبير جدا من السياحه، سواء سياحه بيئيه او سياحه شاطئيه او سياحه ثقافيه او كل انواع او سياحه المؤتمرات، فكل ده احنا في حاجات خدناها. سياحه المؤتمرات طبعا جهد بشري، لكن عندنا انواع كتيره قوي من السياحه. طبعا عايزين بقى نبتدي نفكر في السياحه الطبيه والكلام ده عايز امكانيات غير عاديه وعايز قوانين تتغير، لكن غير كده احنا عندنا السياحه الشاطئيه واخده مكانه كويسه، والسياحه الثقافيه مفيش دوله ممكن تنافس مصر في السياحه الثقافيه. بعض المشروعات لا اعلم اذا كنا بنحسن الترويج ليها خارجيا ولا لا، لكن المتحف المصري الكبير اللي هيكون واحد من اهم الجوامع اللي بتجمع تراث انساني ربما في العالم، واحد من اكبر المتاحف الموجوده في العالم لم يكن الاكبر على الاطلاق، اللي سيفتتح في 2020، والسفير الياباني في القاهره اعتقد انه كان في زياره، وحتى بعض المواقع العالميه والمواقع المختصه بالشان الاسيوي اشارت الى هذه الزياره والى حجم التنسيق الحاصل في هذا الاطار. هناك مدينه العالمين الجديده، والمساله ايضا مرتبطه بالسياحه في الساحل الغرب المصري. احنا احسننا الترويج لمشروعات من هذا النوع، هي ده الطابع السياحي بامتياز ولا نزلنا شويه؟ المتحف المصري الكبير طبعا هيفرق كتير جدا مع الناس، بس احنا كان نفسنا نقول رقم، يعني ميعاد، يبقى هو الميعاد. طبعا الظروف بتاعت يناير و 2011 وتاجيله كذا مره، تكلفه العمل اعلى بكتير في السنوات الاخيره فيه. ايوه بس كان المفروض ان هو قلنا اعلنا غلط انه هيتفتح 2019 وبعدين 2020، يعني لازم ندي ميعاد نكون واثقين فيه عشان الناس بتحضر نفسها انها تيجي. طبعا ده مهم جدا انه يتعمل. الاحداث اللي بتتعمل زي اوبرا في اوبرا عايده، مش حاجات زي كده، دي كلام بيأثر كتير جدا. المتحف الكبير هيكون ليه تأثير قوي جدا جدا في انه هيخلي ناس تيجي تشوفه، لانه هيضم اكبر كم من الاثار في متحف واحد، ومش اي اثار مصريه. يعني انت حضرتك لو شفت متاحف بره ما فيش حاجه اسمها متحف من غير اثار مصريه،
والمتحف بيقيم على على عدد من اثار من اثار مصريه آه. وبعد كده الباقي كله بقى جنبه. لا فاحنا النهارده عندنا 100، هيبقى المرحله الاولى 140 الف قطعه من الاثار المصريه، من ضمنهم كل مقتنيات توت عنخ امون. فطبعا ده حاجه هايله، الناس هتيجي تتفرج عليها وهم كلهم في مكان واحد، دي حاجه مش يعني الناس مش هتفوتها. يعني السياحه الشاطئيه مصر ازاي قدرت تحقق فيها المعدلات اللي حضرتك اشرت اليها، وان تقريبا 80 او 82% رغم ان المعتقد السائد ان اغلب دول العالم في الصيف ربما تحظى بقدر من الشواطئ لا باس بها ومياه ايضا جيده، ازاي مصر استطاعت في القطاع ده تحقق الارقام اللي حضرتك بتشير اليها؟ سببين، انت عندك مناطق زي شرم الشيخ والغردقه من افضل مناطق الدايفنج في العالم كله، البحر هناك طبعا حاجة ما فيش مثيل ليها، الفنادق هناك عندنا كم كبير جدا من الفنادق، 200 ألف غرفة سياحية، وده طبعا عدد كبير جدا يعني يؤهلنا. عندنا مطارات غردقة وشرم، يعني في ناس بروفيشنال تعرف تشتغل سياحة هناك، دي ده السبب الأولاني. السبب الثاني المشكلة اللي حصلت بين الشعب الألماني مثلا وبين تركيا. الشعب الالماني نفسه هو رافض يروح تركيا بعد ما اردوغان اتكلم بطريقه مش كويسه على المانيا، فاستبدل تلقائيا تركيا بمصر. النهارده اعلى جنسيه بتزور مصر الالماني، فوق المليون. طبعا لما الروس يرجعوا احنا هيبقى انت عندك 3 مليون كمان، فانت يعني فالنهارده احنا 2014 اعتقد كانت مصر هي الوجهه السياحيه الاكثر تفضيلا للسياحه الروسيه. طبعا وبس نجحوا ان هم يضربوا الكلام ده، لكن ان شاء الله قريب السياحه الروسيه هتعود بالكامل. بعدها مع السياحه احنا محتفظين لسه بالسياحه الالمانيه، عدينا المليون. السياحه الايطاليه رجعت بقوه، يعني النهارده ابتدت توصل لمعدلاتها السابقه. طبعا الانجليز والامريكان رجعوا تاني من بقالهم فتره، فلا احنا عندنا ماشيين كويس جدا. النهارده لو الروس رجعوا احنا وصلنا لمعدلات 2010 وعديناها. بس حتى برغم ربما لم نحقق معدلات 2010، لكن حجم ما يتم انفاقه وحجم العائدات بتاعت السياحه احنا وصلنا لارقام تقريبا مشابهه للارقام اللي كانت محققه في 2010. طبعا وبعدين تحرير سعر الصرف كمان ساهم انه مصر تبقى منافس، يعني النهارده مصر بقت منافس بتحرير سعر الصرف، وبرغم من كده بيصرفوا كويس جدا. يعني انا فاكر من 4 سنين لما كانت السياحه المصريه بعافيه، شركه فيزا العالميه جت مصر وقالت انا عايزه اساعد السياحه. ليه يا ستي عايزه تساعد السياحه؟ احنا كان بيجي لنا عائدات ضخمه جدا من مصر، بيشتروا عن طريق الكروت بتاعتنا، فاحنا دلوقتي خسرنا الكوميشن ده والكروت دي. يعني شوف قد ايه السياحه المصريه مؤثره حتى على شركات الكروت العالميه. ايه الادوات اللي القطاع السياحي بيعملها او العاملين في المجال السياحي بشكل عام ممكن يعملوها عشان معدلات انفاق السياحه او السائحين تكون هي نفس معدلات الانفاق الحاصله في 2010 رغم ان العدد قد يبدو مختلف؟ شوف احنا عندنا الاوبشنال ده كتير قوي، عندنا اماكن مصر يعني تكفي سائح انه يزور 30 40 يوم، مش واكثر اقصى حد ممكن يزور 7 ايام 10 ايام، ده لانه ما عندوش اجازات بره. يعني صح. لو خسر خد اجازه اكتر هيخسر شغله، فاحنا نقدر ان احنا يعني نلعب شويه في البرنامج بتاعه ونخليه مكثف شويه بحيث انه يزور اماكن اكتر، نعمل نقدم له خدمات وانترتينمنت اكتر. يعني مثلا يروح الاقصر نقدر يعمل بالون، يقدر يعمل حاجات اضافيه، يقدر يروح يزور ابو سمبل، يقدر يروح دي حاجات زياده، يقدر يزور القريه النوبيه، يقدر يعني في حاجات بنقدر نعملها نخلي معدل انفاقه اعلى بكتير قوي، وده بيحصل. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، الارقام المعلنه من وزاره الماليه بالرغم انها ارقام هايله لكن طبعا مش حقيقيه، الارقام الحقيقيه اعلى من كده بكتير جدا. ليه؟ لانه السائح لما بيصرف في حاجات الدوله شايفاها وفي حاجات الدوله مش شايفاها. لو راح مطعم واكل اكله كويسه بره، ما هو دفع خلاص، ما مش باين. راح ادى تيبنج للناس، طب هيشوفوا فين التيبنج؟ والتيبنج ده عالي، مش بيدي حاجه قليله، وده واحد من يعني مردود من اهم ما يمكن اصلا في اي طبعاً يعني نظره سياحيه. ايوه انت حضرتك لما بتسافر بره بتصرف، بتقول انا الرحله دي مكلفاني مثلا 3000 دولار، بترجع من بره بتلاقي نفسك صارف 7 8000 دولار اكتر من الرقم. طب فين ده؟ مش عارف، اصل اشتريت كذا، اصل رحت كذا. فهو السائح كده برضه. فالارقام اللي عندهم الارقام الاوفيشال يعني الرسميه مش هي الثانيه. بقى ايه راحه فين الفرق ده؟ ده رايح لجيب الناس على طول، يعني ده رايح بيدوروه بقى، بيروحوا يشتروا بيه حاجات ودخل الاقتصاد مره واحده.
فطبعا هي دي الارقام اللي بجد اللي فارقه مع هتلاقي الاقتصاد عشان يشتغل 70 صناعه وراه، السياحه بتشتغل 70 72 صناعه وراه، فبتلاقي الارقام دي دخلت في الاقتصاد، عجله الاقتصاد دارت، كل الناس شعروا بيها. النهارده الناس بالرغم ان في غلاء اسعار، الناس مش بتشتكي زي قبل السياحه. ليه؟ لان في فلوس دخلت البلد من السياحه، خلت كل المصانع تشتغل، وخلت بقى في حوافز، يعني عامل بياخد حافز لانه اشتغل بتاع علبه المناديل، بتاع مناديل ورق بيشتغل اكتر، لانه بقى في خلاص بنحط مناديل في السياح، ده تصدير جوه مصر، يعني السائح هو بيشتري بالعمله الصعبه. حضرتك اشرت بشكل عابر عن السياحه العربيه الوافده لمصر، رغم ان يعني نمط كبير من السائحين العرب ربما اصبح لديهم وجهات اوروبيه وحتى وجهات في المالديف ربما تكون اكثر تفضيلا، لكن برغم من كل ده مصر لا تزال وجهه مفضله للسائح العربي. طبعا هو لو راح اوروبا مره واثنين هيجي الثالثه مصر، وهيروح برده مره ثانيه وهيجي ثاني مصر، وساعات بيروح مرتين في السنه، يعني صح. يروح بره ويجي هنا. ليه؟ لانه هنا بيشعر انه 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 اهله، يعني بيعرفوا ينبسطوا اكتر. بس طبعا عايزها يعني الدنيا تبقى برضو في شويه، يعني شويه حريات ليهم اكتر، ان هو يبقى في انترتينمنت، يبقى في بيروح يتفسح، يبقى في مسارح، يعني لازم حاجه زي الزعيم كده ترجع تاني، المسارح دي كانوا بيقولها مخصوص. الكلام ده بيخليهم يقضوا وقت كويس جدا في مصر، عايز نهتم بالكلام ده في الصيف. ف يعني عايزين المسارح بتاعتنا الفنانين بقى يعملوا لنا مسرحيات حلوه تشجع العرب ان هم يجوا، حفلات غنائيه كتير، كل ده بيشجع العرب انهم يجوا. اخيرا استاذ ايهاب، العنصر الاخير لكنه قد يبدو العنصر ايضا الاهم ربما، ثقافه السياحه لدى المجتمع المصري، لدى اواسط الناس العاديين. ده دور مهم جدا. انا يعني كان نفسي انه حاجه زي يعني كيان مهم جدا زي نقابه المرشدين السياحيين تقوم تعمل توعيه في المدارس، تشرح للناس يعني تتعاون طبعا وزاره التربيه والتعليم، نشرح لهم، تدي ان شاء الله حصه في الشهر او في السنه لكل مدرسه اهميه السياحه. لو عمل ده الكلام ده اتعمل، الطلبه والتلاميذ الصغيرين هيطلعوا فاهمين يعني ايه سياحه، ويعني ايه يكلم السائح ازاي، ويعني ايه يبقى فاهم اهميتها وفاهم دورها وفاهم انه ما ينفعش يبص كده، ما ينفعش يضايقه، ما ينفعش يعمل كذا، وينفع يعمل ايه. الكلام ده لو اتعمل هيفرق، هيطلع لنا جيل مثقف سياحيا. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ ايهاب موسى الخبير السياحة. ختام هذه الفقرة التي سلطنا خلالها الضوء على الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية حول معدلات النمو في القطاع السياحي، والتي بلغت أكثر من 47.5% قياسا بعام 2017. فاصل قصير نعود من بعده لاستكمال نقاشات هذه الفقرة الصباحية من الآن، لنعودها.